Now Productions. يلي غرق في التغمام يلي يمن الإعلام مقالات الجورنال نكشف السيستم والفيس لكي كاسولات بجاية ما تخيكول زيغو سيس ابني الاسبوار باش تتركب كي لابوراتوار في مخك لا جيوغرافي وكبتي بعينك الرادار خلي النظرة تاعك سياسية وابدها من الصفر وكل شخصية قدامك تطلع شيفر عالم آخر عالم الظلمة والأرقام عالم النظرية جوست جنام عالم المصير هو الحبر لي في الأقلام ماشي لاسيون سيكزاكتا على يصير أعمى بين الوجه الحقيقي والماضي براسكا هي معادلة بدون حل تتبعها فيها وتفقد للأمل خط الهامش للغباء لسيلو تمشي مع العناء اعطي حرب البغاء وسلاح قوة ذكاء قبل ما تهز ورقة انتخابات الرئاسة وتهز لبوستار قبل ما تحل فمك على السياسة وتحيي نظام الميليتار قولهم راهم دراهم الأبار وشكون خلق الحرب الأهلية في غردايا وشكون خلق حرب الرمال قبل ما تقولي لبلادك إسلامية وشكون خلق ودعم الجماعات الإرهابية قبل ما تحكي على ليبرتي ديكسبريسيو والديمقراطية قولي وين اسمع اللي بصحة الطهر صبير وباقي الجالة الأمازيغية عكي تتعقد معها في الألغاز تشمئز مني وتفقد من الأمال قلت لك البطر قبل ما يتكمل كان هلال كيف كيف الكومبلو قبل ما يصير كان تخطيط كان تخمام باش توضح صورة الأمال اركب معايا في كبسولة الزمان نرجع بيك الوقت اختيال الرئيس الهواري بومديان نزيد نتعمق في التفسير ماد البوان بدا حكم الميليتار على راسهم العربي بالخير حبوا ريجيم جديد اللي حكم الميليتار حكم المخابرات باللي كوديتا ولا سيغيتي ميليتار خاطك فلاكا فواد اللي ربحت هي الماريكان باش تتبع الماريكان لازم تمسح الشيوعية لازم تطلع الديمقراطية ويطيح الحزب الواحد والديكتاتورية من هنا بدات المسرحية وبدات تخطيط من جديد وراحوا جابوا دمية اسمها شاتلي بن جديد جوست ديكورا في كرسي الرئاسة ولا قراطة ملهي حرك في السياسة بلا ما يفيق الشعب ولا يشوف الحلارة بيزار جاتهم الفرصة من ذهب وطاح البيدخول حتى 5 دولار لاكريز يقوموا ميلانجيري في المرار الناس ما بقاش تتحملها اتنحات الطبقة الوسطى والناس راهي تكبري بلاش تاكلها هاتي سياسة العربي بالخير وخالد نزار تبقوا نظرية الضغط يولد الانفجار اكتوبر 88 نجحت النظرية مظاهرة اسقاط النظام والديكتاتورية طاحوا في البياش مسلمين ينادوا الديمقراطية وزيد كمل المسرحية وخرج لابوليس باش الناس بلا فيولونس تزيد تمن بالفيس اغتصاب وتعذيب وقتل الناس يا نزار قولي وشكون امر بضرب المدنيين برصاص خطأ الشعب الوحيد ان يساور بالكون حبوا نظرية ادم سميث على سنة الرسول وتخدع بالديكور تاع تعديل الدستور الاستقرار الشعب ولا محتاج خطر كره من العنف والهماج بصح مشروع الجيش لازم يستمر الور لازم البلاد ما توصلش تستقر الور لازم مظاهرات احتجاج ولا سوليسيون هي لابوليتيك تاع احمد زحلول وعلي بالحاج الاخوان المسلمين حبوا يديروا اسمه والديمقراطية تقول عندهم الحق يكونوا حسبه ميسي تان كرون بروبلام هادو ما تبقوش الديمقراطية تبقوا الاسلام قبل ما تقول عطونا الحق في الحكم الاسلامي قول لي وشكون الشن الامام عبد اللطيف والبشير الابراهيمي 1991 كانت الجزائر راح تتحكم بالشريعه وتتهنى ملاك خيز واغلب اصوات البرلمان التهوى في حزب الفيس جماعه الميليتار بقتلهم لا سوليسيون طيش الورقه وستيلو طلع لبخاطيك وديتا 91 انقلاب عن الفيس البس القميص راح تتعامل كيما رخيص لا للجماعات والاجتماعات الاسلاميه ضار باختيال اعتقال السلفيه حياه الاخوه ولاد مارج وخطابات علي بالحاج تبروفو كيف الخوارج يا لطيفه وخرجوا من الملاج بالكلاش ولا حياه بالحنام على الضال ماتش بالنتيجه والاداء خلي لي بوم بوليس عطوطه تعبر على الاراء وجماعه العمار الفوق تشرب في نخبه العشريه سوداء خلي الشعب يتمتع بديمقراطيه تهز الموز والمناطق اللي ملحقهاش الكابوس انشرها في الجيدين كاميرا وقت قطع الرؤوس يا فوز فيه نشر الفتنه والخرافه دوام الازواج روح الطابه تحيا الجزائر عصفوران بحجر واحد الاسلام تشوه والديكتاتورية تعب في بالك وشكون هو مول انفورماسيون من هو شبح الكواليس اللي ما يبانش في لا تيليفزيون من هو البيك في تلك الرؤوس اللي في يدو كل الخيوط الى مام اللي بعد الاستقلال شدت الى كومود من الثمانينات قبل ما تنطق بالبوفوار انتقد خالد نزار العربي بالخير لقيت صالحته في مدين ويجي العماري في الاركان جاب ابيرا ما يستعرفوش بالرسول ما يستعرفوش بايدين ولا برب الكون واش حبيت نقوله
كلاب تيقول منو غير بلاميريك والبرتاكول. الور العدو الاول كان اسمه ديكتاتوريا والعدو نمبر 2 هو الاسلام والجماعات الارهابية. بالسحب خادو ثالث اسمه ثورات العربية. باش تفهم لازم تفهم باللي هاد لامافيا خرجو من المامول اللي خلاه تيقول المام سيليسيون المام ماجيك تبدل لافورماسيون. باش تفهم احكم الاسوار وتخلي معايا للابوراتوار وفي بلاس لا بلوز البس كاكول الوار. ثورة 54 وبدات تتوسع بدات تكبر فروس اركبها الفاسعة. الارضي قول استخدم سياسة القمع فهمك القمع معناها سياسة الترهيب. الاراضي المحروقة ووسائل التعذيب بصح القاو كل هذا يا شعب اشرس من شريس. كل ما يجرح كل ما تزيد تتعرض للريس. الار لازم سياسة اخرى سياسة استخدم فيها كل شبار القوة من سياسة القمع الى سياسة الاغراء. معناها يطفئ النار بلا ماء من دم الشعب وجيعان. قالوا عندنا مشروع راح يفيد وراحوا بلاو مشروع قسنطينة صنكون تويت. حطوا حقوق واعطوا اراضي للشعب نقصوا من العنف والضرب. داروا كيشغل ودنا باش تطلع الفتنة باش الشعب يتكلم وينسى باللي كان فورا. بعد الاستقلال عشنا القمع عشنا لا تغتور عشنا انقلابات شخصيات تطرد بسرعة ديكتاتور. اشحال من قبيلي مات في الجامعات اغتصاب البنات ولا نسيتوا وداعس اشفاد. بعد القمع يجي الاغراء على حساب السياسة الفرنسية يتبدلوني بغزون. اللعبة هي سرح القوانين سرح الايادي تاع الاموال. رجع لوساس وزاتي غير اكتر من تخدي بونكير. افتح الحدود وافتح جميع المجالات والشعب خليه يدور بشراب والموبيقات. اغري الشعب اغري السياسيين اغري مام التيروريزم. شباب في اصطادة من ديكيزو كانيباليزم. خلي غارق مع ليكي بلاسي ومال واكتر من ليزيمي سوتا الفوتبال. سياسة تخمرك وتعييك خلي صلات رايت والتصيل الدعم لزيكيب اللي عندهم اكبر بمليك. ندام الشعب ونسى الاسلام ويتبع في الديمقراطية وحرية الاوهام. ولينا كيل كباش والراعي والاعلام والسيناريو تاع الاستعمار ويعاود تبع فرنسا. وخلي الغرب يهز الموارد باش تزيد تفهم لافورماسيون فلوبيراسيون نحو لاوليشون. حطو الحرية على سوغ عند انستيزيسي. ها الديمقراطية باقرة ما زالت عندها مصداقية ما زالت تمن باللي خرج لافرنسا ببندقية. ديزولي يا استاذ لا لازم واباسي اللي راك تقري فيها اسمو السيطار. انا اقول لك الديمقراطية هي اكبر استعمار وتخريط عليها باسم ارسطو وتقدم الماريكان. واحنا خرين عليها في بيض الحبس مشية في الجدران في افغانستان العراق والسودان. الديمقراطية اللي طيحت بالاسلام اللي سبت راسول ودخلتنا في الاتخوازين كان مونديال. لبياج راوي رولة راح يزيد في التضخم المالي راح يزيد يرخص الدينار والتحسوق من البيدخول. راح يتحرك علينا الموت وتتحرك علينا المخابرات. هذا هو البياج اللي راح يهددنا للانقراض. في بالك وشكوني نجينا ما بالعطار مرأة الحقوق ولا شباب الفتنة اللي في الصدار. نطيحوا في الأجهزة ونغرقوا في الهمة نغرقوا في الديون وبلادنا كل حمام دامة. راح تشوف انقلابات راح تشوف حرب أهلية باللابيزوز تاع الميليشيات. أيادي خفية تشري وتبيع العجل كيضيع. راح يتعرض للديب كي سيباري عن القطيع. اللي يشعر في لاكارسي فيل رايح يشعلها واللي يمد في سلاح والطاخرة رايح يمدها. ما يبقاش حتى قانون أبار صغير كله الكبيرة. أطفال صغار أشلاء تطير تولي سوريا واحد أخرى في المغرب الكبير. الجبابرة بلغة الحديد والنار الجزائر عندها أكثر من بشار. عمبالي شوف فيها عمر مال خاطرني نحكي ديما عن الغيبة. أموف خاغ المستقبل يجي كيف الباسي درت. مشني سياسي أنا مشني مستفيد مشني إرهابي باش نحب البلاد قريب. مديت لك هاد الغناية مشني حبك تعيش فأرتجريب. مديت لك هاد الغناية مشني حبك تعيش.